ماشي. هو ما يا عم ما انا حكيم موصل لك، اطلع لك الناس اللي وصل، انا اوصل لك يا مش حبيبنا وصل افهم لك اللي الواد افهم، ده هيترحل امه في شهر جه ولا 9. ما جاش، انا هو عرض عرض تاني للناس اللي بتسمع. الراجل ما عرض عرض، اعرفش حاجه. قال لي انا عايز ارجع، قلت له يا سلام ده احنا في ايديك البنا، تعالى يا عم ارجع، تعالى بلدك اولى بيك يا عم ودينك اولى بيك، تعالى نقف جنبك وفي ظهرك، تعالى يا عم واللي في جيبي اطلع واديهولك يا عم، تمام؟ بس امتى يجي. بقى؟ امتى الكلام ده؟ الكلام ده من مده كبيره، انا مش متذكر امتى بالظبط. انت لسه مده قايل من كبيره. شهر. انت من حضرتك شهر لسه قايل تسجيل شهر 7. من شهر بقول لك التسجيل بقى معاك، اتذاع وبقى معاك. لا لا، حضرتك قلت التسجيل ده من شهر، ما تزعش. انت قلت التسجيل ده كان من شهر. اللايف ده هو عمله من شهر، واللايف ده من سنتين يا جدعان، من سنتين، من قبل ما سعيد حنوكه ينحبس. كان وراه لو تشوفوا الفيديو